بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. My dear respected beloved brothers and sisters, Assalamu alaikum. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and every one of you. I take this opportunity to welcome you to our daily live stream broadcast. This program is coming to you from your Zawiya here at the Islamic Forum of Canada. We thank you for joining us today, and we hope you can be with us every day at 7 p.m. Toronto time. We kindly request you to contact your family members, your relatives, your friends, and other Muslims you know. Tell them about this program and remind them to sign in to the chat now. Inshallah, they will benefit from the program and you will receive great blessings from Almighty Allah. The first segment of our program consists of special Quran recitation, followed by sacred words of dhikr, then a special dua for each and every one of you. The second segment of our program consists of special lectures for your educational upliftment. The third segment of our program focuses on Qasida training for you. The fourth and final segment is the interactive segment, including Q&A, question and answer session, project updates, my concluding remarks, and a special dua for everyone. Once again, thank you for being a part of the IFC family. We hope you enjoy and you benefit from this program, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل، 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة،
وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دنيانا ودينينا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حاميم. هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كاف ها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا لطيف 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 يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا لطفا يليق بكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات نتقرب إليك بكل صلاة سليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية من الكمالات بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله
بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. إن شاء الله we'll continue with ذكر الجامعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. إن شاء الله we'll make dua now. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for our Shaykh, teacher, Murshid, and Master Sayyidina Shaykh Faisal Hamid Abdul Razak. O Allah, may you increase him in knowledge and wisdom. O Allah, may you protect him from evil, and we pray that he will lead his murids on the straight path towards you. O Allah, we pray for the Shaykh and his family. We pray that you strengthen them in Iman, keep them in good health, and grant them long life in Islam. O Allah, we pray that you protect them from all evil, ease their trials, and grant them the sweetness of paradise. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah forgive us for our sins and guide us on the straight path leading to paradise. O Allah, you know the needs of all of us present here. O Allah, answer our dua and take care of our needs. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for our parents that you grant them your grace and mercy as they raised us in childhood. O Allah, grant our parents long life and good health in Islam. O Allah subhanahu wa ta'ala, forgive our parents and grant them paradise. O Allah, for our parents who have passed away and returned to you, O Allah, we beg you to forgive them. O Allah, subhanahu wa ta'ala, we pray for all the murids of Shaykh Faisal throughout the world. O Allah, we pray that you ease our trials and grant us the strength to face our trials. O Allah, make it easy for us to gain true knowledge and to practice it, to be good murids and to get ever closer to you. O Allah, you know the needs of all of the murids. O Allah, we beg you to answer our dua and take care of our needs.
O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for all the Muslims around the world. O Allah, we pray that you strengthen us in Iman. O Allah, we pray for unity and to make us stronger as a nation. O Allah subhanahu wa ta'ala, please comfort and relieve all Muslims who are suffering and have suffered losses. O Allah, you are the all-powerful and the almighty. O Allah, we beg you to give us victory against the unbelievers. O Allah subhanahu wa ta'ala, we pray for the International Islamic Forum and Al-Fasl al-Dhikr Halaqa. May you make it easy for us to establish many masjids for your sake. May you bless the Islamic Forum and Al-Fasl al-Dhikr Halaqa to be a beacon of light for Islam throughout the world. And may you help us to finish building the new masjid soon and make it easy for us to do so. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله 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 أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 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 لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم آمين آمين آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا اللهم بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك علما وتعليما يقربنا منك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم أعزنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين آمين. أما بعد. My dear respected brothers and sisters, my dear Muris, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. May the peace and blessings of God Almighty be with each and every one of you. And welcome once again to this special program coming to you from the Islamic Forum of Canada, where we share with you this message of mercy from God Almighty to all of His creation. This is our daily broadcast, starting at 7 p.m. Toronto time or Eastern time, and coming to you from your zawiya here at the Islamic Forum. We thank you for joining us today for our broadcast, and we hope you can join us every day at 7 p.m. And we kindly request you to
reach out to your family members, your relatives, your friends, and other Muslims that you know. Tell them about the program and encourage them to watch the program. Inshallah, they will benefit and you will receive increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam says, "Man dalla ala khayrin fahuwa kafa'ilihi." If you get someone to do something good, then you will share in those blessings. So when you get someone to look at the program and they benefit from the program, you will share in those blessings. You will receive blessings, increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Do remember to subscribe to the YouTube channel. Share the link with others, youtube.com/Sheikh Faisal. Subscribe to the channel by clicking on the subscribe button. Next to the subscribe button, there's a bell icon. Click on the bell and select all for notifications that you will be notified of all our different programs. Do remember as well to enter your information into the chat, your name and the city where you're from, and your updates on the different projects. The Gratitude Project, Salawat Project, Quran Project, and so on. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. Today, we also want to recognize and make special dua for our donors, all those who donated to the Islamic Forum today, yesterday, and before. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. And make special dua for all our donors. Allah subhanahu wa ta'ala bless them, bless their families, bless their loved ones, enrich them many more times than what they donated to the Islamic Forum. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase them in His rizq and accept all their dua. So special dua for all their donors. And then for the sponsors of the dinner program, all the families, especially the sisters who've sponsored the dinner program, may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of them. There are several requests for dua. We want to include all of your requests for dua in our knee of dua as well. And special dua for all those who entered the information in the chat, their name, city, and their updates on the project. We make special dua for them because they've made the extra effort to enter and type in the information in the chat. So special dua for them. And special dua for each and every one of you. I want to make special dua for each and every one of you. Whatever dua you would like to make, you keep that in your heart and we'll make dua for you, inshallah. And then dua for my family and my mom and dad. And please, if possible, remember them in your dua as well. I want to also share this special appeal to you to donate to the Islamic Forum. Remembering the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malin bis sadaqah," your wealth will never decrease because of spending in the way of Allah. It will surely increase. "Ma naqasa malin bis sadaqah," and in this particular hadith, the Prophet alaihi salatu wasallam took an oath by Allah, and then he mentioned these words, "Ma naqasa malin bis sadaqah," to emphasize the meaning of what he's saying. "Ma naqasa malin bis sadaqah," your wealth will never decrease because of spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. It will surely increase. So we encourage you and appeal to you to make a generous donation to the Islamic Forum, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. I also want to assure you that here for our program, we focus on our interest is your safety, your well-being, your afia. As the Prophet mentioned in the hadith, among the greatest gifts, among the greatest blessings you can have in your daily life is afia from Allah subhanahu wa ta'ala. We make dua for you that Allah subhanahu wa ta'ala grant you afia in all the affairs of your life. And then your spirituality. We make dua Allah subhanahu wa ta'ala keep you close to Him, keep you always in the shade of His mercy. Your spirituality, your connection with Allah subhanahu wa ta'ala, your connection with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We also have some special short video clips that our staff here at the Islam Forum have prepared for you. And we want to offer this to you as a special gift for each and every one of you. So the short video clips, what we call the editor's pick. And then a special series of
video lectures on the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we offer these as gifts for you. If you'd like to receive the link for these short video clips and then the seerah series, do send us an email with your contact details, your email address, and your WhatsApp number if you have one, so we can send this information to you. And now we'll make a special dua that Allah subhanahu wa ta'ala bless you on this blessed occasion, inshallah, before we continue our program for today. So please raise your hands and join me in dua. Allahumma ameen. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وأصحابنا وإخواننا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم آمين 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 May Allah subhanahu wa ta'ala increase us in tawfiq and kubul and ziyada. I also want to remind you once again of the special ongoing projects, the gratitude project, the salawat project, and the Quran project, for you to be mindful that you engage with these projects every day and then enter the update, your update, in the chat.
Today I want to focus on the Quran project to say something about the virtues and the blessings of reciting the Quran. The Quran project is to recite at least one page of the Quran every day. This is the starting point, the first step. Start from the beginning of the Quran and go through sequentially until you finish the Quran, inshallah. So recite one page of the Quran every day at least. There are days when you may have more time, you can recite more of the Quran. And it's based on what Allah subhanahu wa ta'ala reveals in the Quran, in Surah Al-Kahf, chapter 18, verse 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. And recite what has been revealed to you of the book of your Lord, book of Allah subhanahu wa ta'ala, the Quran. None can change His words, the words of Allah. And none will you find as a refuge other than Him, other than Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala is commanding us to recite this Quran. وَاتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. And so responding to this command of Allah subhanahu wa ta'ala, we have this beautiful, sacred, blessed Quran project to recite the Quran every day, at least one page. In other words, no day should pass you by except that you recite at least one page of the Quran. And it takes just a couple of minutes to recite one page of the Quran. So it's something that's doable, practical, and very blessed for you. It causes you to be counted from among the best of Muslims, the best of believers. In the hadith, that's narrated by Sayyidina Uthman ibn Affan. The Prophet says, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. The best of you is the one who studies the Quran and teaches it to others. And by being part of this program, you are achieving this, to be counted from among the best of Muslims, the best of believers. Because reciting one page a day, you're studying the Quran. That's one aspect of the hadith of the Prophet ﷺ. And then, as you invite others to look at the program, your family members, relatives, friends, and other Muslims you know, they look at the program, they learn more about the Quran project, they join the Quran project, and they because of they gain more knowledge about the Quran, you're contributing to that. And so you counted from among those who are studying Quran and teaching it to others, you then would be considered to be from among the best of Muslims. The Prophet ﷺ says, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. I also shared you this beautiful hadith that's reported by Imam Muslim in his Sahih and narrated by Sayyidina Abu Umama. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. So the Prophet ﷺ says in this hadith, recite the Quran, recite this holy Quran, because on the day of judgment, it will come as an intercessor for its reciters, for its companions. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. The Ashab al-Quran, companions of the Quran. So by you reciting this Quran every day, at least one page, you're connected to the Quran, you become from among the companions of the Quran, the Ashab al-Quran. And then what happens? What's the consequence of that? The Quran will come on the Day of Judgment and it will intercede for you. And the Quran, pure, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, the uncreated word of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accept the intercession of the Quran. So what a great blessing for us. So I encourage you, make your niyyah to join the Quran project if you have not done so. And then you start reciting your one page every day. Start from the beginning of the Quran and continue like this. The next hadith I want to share with you is a hadith which is reported by both Imam Muslim and Imam Bukhari. And that means it's muttafaqun alayhi, agreed upon. And narrated by Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. An ibn Mas'ud radiallahu anhu qala,
قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا علي القرآن. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. سبحان الله, what a beautiful hadith. So in this hadith, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud said, one day the Prophet ﷺ said to him, read out the Holy Quran to me, recite this Quran for me. I said, O Messenger of Allah, shall I read it out to you, whereas it was revealed to you? He said, the Prophet ﷺ said, I like to hear it from others. Then he began to recite the chapter Surah An-Nisa till I reached this verse. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. How will it be when we shall bring a witness from every nation and people, and we'll bring you, O Prophet, as a witness against them? When I said that, the Prophet said, حَسْبُكَ الْآنِ, sufficient it is for you. And then I turned towards the Prophet ﷺ and I found his eyes overflowing with tears. The Prophet ﷺ was crying, listening to the Quran. This is his relationship with the Quran. So here the Prophet ﷺ mentioned that he loves to hear this Quran from others. So that's why he asked Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. The companions, Sahabas, they used to say that Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, this great Sahaba, noble companion, he had such a beautiful voice. When he would recite the Quran, the Sahaba said they felt as if the Quran was being revealed to them now. Such was his beautiful recitation of the Quran. And so he recited the Quran, and then the Prophet listened to him, and the Prophet alayhi salatu wasalam was crying, tears overflowing from his eyes, listening to the Quran. SubhanAllah, this is his relationship with the Quran. This is what all of us should strive to be, have this close relationship with the Quran. And the final thing I want to mention today to remind you of is that the Prophet ﷺ says that when you recite the Quran, every letter of the Quran you recite, you get a blessing for it. And he mentioned, by way of example, when you recite Alif Lam Mim, you don't get one blessing or one thawab. For Alif, you get a thawab, a blessing. For Lam, you get a blessing. For Mim, you get another blessing. Such is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And so may Allah subhanahu wa ta'ala bless us to love the Quran, bless us to recite the Quran, and make it easy for us to recite the Quran every day. And may Allah subhanahu wa ta'ala count us to be from among Ashab al-Quran, the companions of the Quran. Ameen, ameen, ameen. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد جبلت بالنور تينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين الإنعام والحكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرك حقا على عالمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما وتعليما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. My dear most beloved brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala reveals in the Holy Quran the verses in Surah Al-Baqarah, the second chapter of the Quran, pertaining to Ramadan and the fast of Ramadan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhal ladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And so Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed the fast of Ramadan, enjoining it upon the believers and making it one of the pillars of Islam, one of the five pillars upon which this religion is built. And Allah subhanahu wa ta'ala made the fast of Ramadan, and made in fact the month of Ramadan, a period of training. Says, لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ, so that we would develop consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala, so that we would develop taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And so, in order to benefit from this important training period, we need to prepare for the holy month of Ramadan. It is important for us to prepare for this holy month of Ramadan in order to reap the maximum benefits from this month. The noble messenger of Allah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and his noble companions used to look forward to the coming of this blessed month of Ramadan. The Prophet alayhi salatu wasalam would say in his supplication, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. O Allah, bless us in the month of Rajab
and bless us in the month of Sha'ban, and help us to meet and spend Ramadan in a deserving manner. And so even from the month of Rajab, 2 months before Ramadan, the Prophet alayhi salatu wasalam would focus the attention of the community of the Sahabas on this blessed month of Ramadan, so that the community can prepare for Ramadan. Ramadan is certainly a month of excitement and enlightenment for Muslims. It is a month of the revelation of the Holy Quran, the month of reading and reciting this noble Quran. It is the month of Tahajjud and Qiyam al-Layl. It is the month of the special, unique ibadah of Salatul Taraweeh, the nightly Taraweeh prayers. It is the month of Sadaqah, the month of Zakatul Fitr, the special charity for Eid al-Fitr. And it is the month of Zakatul Mal, the annual zakat that we give usually in this blessed month of Ramadan. It is also a month of social activities among Muslims. But we must understand that Ramadan is a guest that comes to visit us. And no one would go anywhere without preparation. And no one would invite a guest to their home without preparing to welcome that guest. And similar is our response to the coming of this guest of Ramadan. I ask you, if an important person is coming to visit you, someone who you love much, who you respect a great deal, if that person is coming to visit you to be your guest for a few days, would you not prepare to welcome and to receive that person? To prepare and clean your home and do all the things that are necessary so that they would be comfortable when they come and stay with you, because it's an important guest that is coming to visit you. What about the guest that Allah subhanahu wa ta'ala is sending to us, the noble guest of Ramadan? How should we receive this guest? How should we prepare for this guest? How should we treat this guest while it is here with us for a few days? As Allah subhanahu wa ta'ala says, أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. It is a month. But before we know it, as we look forward for Ramadan, it would come upon us suddenly. And the next thing we know, Ramadan is departing us. It is leaving us. Such is the nature of this special guest that comes from Allah subhanahu wa ta'ala and that comes from the noble messenger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And so it is important for us to prepare for this blessed month of Ramadan. And we want to mention some of the things that we should do in order to receive and welcome this noble month. Firstly, try to fast on Mondays and Thursdays, starting from now, before the month of Ramadan. This is the weekly sunnah, the 2 days of the week that the Prophet alayhi salatu wasalam would usually fast. He would fast on Mondays and Thursdays. He said, when he was asked once, he said that he was born on a Monday and he wants to fast on the day of his birth to thank Allah subhanahu wa ta'ala. On another occasion, he says, these are the times when our weekly deeds, our actions, our deeds are presented to Allah subhanahu wa ta'ala. And he wants to be fasting when his deeds are presented to Allah subhanahu wa ta'ala. And so we should start doing this now, to follow the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, but also to get accustomed to the routine of fasting, to getting up in the morning and having our suhoor and preparing for Salatul Fajr and performing Salatul Fajr and then continuing our daily activities throughout that day, and then in the evening to break our fast at Maghrib time and so on, to get into the routine of the fast. Start doing that from now on Mondays and Thursdays every week, and as the time of Ramadan comes closer, we may want to increase those days of fast
fasting, and especially in the month of Sha'ban, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to fast in Sha'ban more than in any other month except the month of Ramadan, which was a complete month of fasting. And so use this opportunity, use this occasion, use this time to prepare for Ramadan by fasting, and start on Mondays and Thursdays of every week, because that's the sunnah for the weekly fast. Secondly, start reading the Quran daily, perhaps after Salat al-Fajr. Yes, put this into your routine, that every day after Salat al-Fajr, you would pick up the book of Allah, pick up this Quran, and recite from this book. Start doing that now. Let it be part of our routine. Even if it is just one page that we would recite. We start doing that, and every day we continue reciting this Quran. And when we get more time, perhaps on weekend, then we would extend the time that we spend reciting the Quran, maybe several pages, and keep doing that to get accustomed to reciting this Quran, to prepare for Ramadan, because Ramadan is the month of Quran. It is the month in which we want to recite the Quran. And it is a good practice for the believers to strive to complete the recitation of the Quran at least once in the blessed month of Ramadan. And that would require us to recite one juz of the Quran every day. Because the Quran is divided into 30 parts, into 30 juz. And in Ramadan, if we recite one juz of the Quran every day, then by the end of the month, we would complete the recitation of the Quran. But don't wait for the month of Ramadan to start this routine, because it would be difficult for us. It is good to start it now, to prepare for the month of Ramadan. Thirdly, spend some time listening to the recitation from the Quran. Alhamdulillah, today there are many wonderful reciters of the Quran. And their recordings are easily available for us. So you should select those recitations that you enjoy listening to. Purchase them and have them in your home. And then start listening to the recitation of the Quran. And perhaps follow it in your Quran, so that you would improve your own recitation of the Quran, and you would improve your tajweed of Quran, and you would develop this love and this active ongoing relationship with the Quran. Fourthly, train yourself to go to bed early so that you can wake up for Salat al-Fajr. One of the problems is that some people complain that they're not able to get up for Salat al-Fajr, and they're not able to get up for Suhoor, to have something to eat to prepare for the fast. And it may be because we go to bed too late and we're tired at the time of Fajr, we can't get up. And so if we need to go to bed earlier, we should do that. And get into this practice. Go to bed early and wake up early. And in fact, this is the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would go to bed after Salat al-Isha. He would go to retire to bed after Salat al-Isha, and then he would get up early in the morning before Fajr Salah, so that he can do Salat al-Tahajjud. And this is a wonderful example, and we should try to do this. Go to bed early so that we can wake up early for Salat al-Fajr. Keep yourself in a state of wudu at all times. This is a wonderful training to prepare for Ramadan. To always try to be in a state of wudu, in a state of purity, physical cleanliness and purification. The Prophet alayhi salatu wasalam says that this is one of the causes for the barakah of Allah, for the blessing of Allah, for the ni'mah and bounty of Allah to come to us and to flow in our lives when we are in a state of wudu. It attracts the rizq from Allah subhanahu wa ta'ala, the sustenance and the providence from Allah subhanahu wa ta'ala. And so strive to be always in a state of wudu. Some of us only wait until it is time for us to pray, and then we go and make our wudu. But even when we don't have to pray, or we don't intend to pray, or it's not the time of the 5 daily prayer, we should still maintain our wudu. And so if we do anything to nullify or void our wudu, such as using the washroom and so on, then immediately we should renew our wudu. So we are always in a state of wudu. And we can be doing dhikr throughout that time, and gain the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Number 6, evaluate yourself daily before going to bed. Thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the good deeds you did on that day, and repent to Him for the mistakes and sins you've committed. And this is a wonderful exercise to start doing.
when we go to bed at night and we lie down in bed, we make our dua for sleeping, following the sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam. We should recite the four kulls, those surahs at the end of the Quran. We should recite Ayatul Kursi. But we should also spend a moment or two to reflect on our day. This is an excellent training technique for us to prepare for the blessed month of Ramadan. Look at our day from the time we got up that day at Fajr time and until we are now in our bed retiring for the night. And think about the good deeds that we do, the good things that we do. Go over that day and all the good deeds that we do. And as we remember those good deeds, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for allowing us to do those good deeds, for allowing us to obey Him, for choosing us to obey Him. Yes, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that on this day He chose us to obey Him, that we prayed our five daily prayer, that we recited the Quran, that we made dua to Allah, that we engage in the dhikr of Allah, that we helped someone, that we did some good deed, that we work an honest day of work, that we studied useful things, we achieve useful things in our day, and so on and so forth. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the good things we did on this day. And in addition to that, now we look at our day and we try to identify the mistakes that we made. If we committed any sins, try to recognize those and seek the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala for that. Repent to Allah subhanahu wa ta'ala for those sins and mistakes. And turn to Allah subhanahu wa ta'ala and pray to Allah subhanahu wa ta'ala to save us from those sins, to protect us from committing sins in the future days of our lives. And we keep this thought of Allah subhanahu wa ta'ala and continue to engage in the dhikr of Allah before we go to sleep. And when we do that, subhanallah, our night would become a night of rest and peace and serenity and security for us. And we get up that the next morning in time for tahajjud or salat al-fajr, and we're energized to go on to take that new day and to receive the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a wonderful preparation for the month of Ramadan, because in Ramadan we would get a chance to live out what we have prepared now and what we are preparing now. Number 7, give yourself some time alone so that you can meditate, make dhikr, tasbih and takbir and tahmid and tahleel and other forms of dhikr. You will experience spiritual elevation and you will enjoy life tremendously. So you need to give yourself some time for yourself. Because sometimes we get so busy with the dunya, with the preoccupations of this world, with the requirements of our daily lives. Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, Alhaakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir, that we are so busy with the things of the dunya that we lose perspective on what really matters. And the next thing we know, we are visiting our graves. And so sometimes we need to take a step back, if I can use that expression, give ourselves some time for ourselves and think about what we are doing and reflect on Allah subhanahu wa ta'ala so that we can put things in their proper perspective and reclaim the balance in our lives. Yes, give yourself some time alone. Meditate on Allah subhanahu wa ta'ala, engage in the dhikr of Allah. And this dhikr of Allah can be done at any time, in any condition, in any situation. Recite the words of dhikr, the words of remembrance of Allah that the Prophet alayhi salatu wasalam used to recite. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astaghfirullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Simple words, easy for us to say, but beautiful words which are significant with Allah subhanahu wa ta'ala. And this would bring us back to reality, bring us down to earth, if I can use that expression, so that we would look at life in a pragmatic way. We need to give ourselves some time for ourselves. Number 8, those who can afford to make Umrah before Ramadan comes, they should do so. And those who are able to perform Umrah in Ramadan should do so. Remember that Umrah in Ramadan is equivalent to a Hajj. And so
if someone is able to do this and you have the opportunity, then do so. To make Umrah before Ramadan, visit the house of Allah subhanahu wa ta'ala, to prepare for Ramadan. And if you're able to do it in Ramadan, it's even greater, because the Umrah in Ramadan is rewarded as a Hajj. What a great blessing this is. But the point that we need to recognize is that there is a need for us to connect with the center of Islam, with the heart of Islam. And that throbbing heart is Umul Qura, as Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran. It's the mother of all places, the mother of all cities and towns and villages, Umul Qura, Mekkatul Mukarrama, the city that Allah subhanahu wa ta'ala made the most special city on this earth, and chose that place to establish his first house of worship, Masjid al-Haram, Al-Ka'batul Musharrafa, and to for us now to have that ongoing connection with that center of Islam, that first house of worship established for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Umrah, or the lesser pilgrimage, which can be done at any time in the year, is something which helps to achieve this objective in order for us to prepare for the blessed month of Ramadan. Number 9, start giving sadaqah daily, no matter how little it is. Make it a habit, like eating and drinking, to give sadaqah. Get in the habit of spending for Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, no matter how little it is. I give you the wonderful example of the noble companion Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. This noble companion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he used to give sadaqah after each and every salah when he would pray in Masjid al-Nabawi in Medina. When he finished his prayer, he would go out of the masjid and he would look around for someone that he can give sadaqah to, and he would give it to them. And he wasn't a wealthy person by no means. Oftentimes, it may just be a date or a few dates that he would give to someone with the need of sadaqah. And he would do this after each salah, 5 times every day. And then some of the sahabas asked him, "Ya Abu Dharr, why do you do this? We notice you give sadaqah after each and every salah. Why are you doing this?" And then he told them, "Do you not read the book of Allah? Do you not recite the Quran? Every time Allah subhanahu wa ta'ala commands us in the Quran to pray, He commands us to spend in His way. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ." Wherever in the Quran, without any exception, wherever in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala commands us to pray, He also commands us to spend in His way. And it's there in the Quran. So Abu Dharr al-Ghifari saw that, and he lived it. He lived it, and so the Sahabas knew why he was doing it, and they started to do the same as well. To strive in whatever little way we can to give, spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. If we knew of the great blessings of sadaqah, of spending in the way of Allah, we would keep nothing with us. We would give it all. We would give it for Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives to us. And when we spend for His sake and pleasure, He spends on us. He gives to us as well. So start to give sadaqah daily to prepare for the blessed month of Ramadan. Find time to pray extra nawafil salah, such as Salatul Duha, Qiyamul Layl, Salatul Tahajjud. Yes, try to find some time in our busy day to perform the Nawafil Salah, the extra optional prayer throughout the day. There are those Nawafil Salah at the time of the 5 daily Fard prayer. Then we should try to do that. When we do our Fard prayer, we try to do our Sunnah and do our Nawafil as well. And then there are other Nawafil Salah in between the 5 daily Fard Salah that we should learn about, we should know about, and then do that. For example, after sunrise, in the morning after Fajr, there's Salatul Ishraq. And then in the mid-morning, there's Salatul Duha. And then after Salatul Maghrib, between Salatul Maghrib and Salatul Isha, there's Salatul Awwabin. And then in the night, there's Salatul Tahajjud. And then Salatul Nafila, or the Nafil Salah, can be done at any time. Other than the times that it's prohibited to pray,
such as when the sun is at its midpoint and midday, when the sun is rising in the morning, when the sun is setting in the evening. Other than that, it's open time for nafil salah, for us to do as much as we are able to do. So find some time, maybe 10 minutes or so every day, that we can do some extra rakat of nafil salah in order to prepare for the blessed month of Ramadan. Number 11, spend more time reading Islamic books, especially the Holy Quran and books on seerah and hadith and fiqh and so on. Yes, we should try to get some time in our routine, in our schedule to read Islamic books. And the most important book is the book of Allah, the Holy Quran. And we said every day we should try to recite from this Quran. Now, in addition to that, in addition to reciting the Quran, perhaps we should get the translation of the Quran in a language that we understand, for example, English, and recite from that translation so that we can start to know something more about the meaning of the book of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the books of seerah, the life history of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the books of hadith, and the books of fiqh, and so on. Try to read Islamic books so we'd gain knowledge of what Allah subhanahu wa ta'ala and His noble messenger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would want us to do. Find time to help others with your wisdom, your knowledge, and other talents. Try to help others. Try to help others in whatever way you can. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you in many ways with many things. The knowledge that you have, the skills that you have, the experience that you have, the know-how that you have, the things that you're able to do, the wealth that you have, and so on. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed each one of us in different ways with many things. And it is good for us to spend some time trying to help others. Pass on some of the things that we've gained in life as a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Pass it on to others. Find some time to help others. And this is an important thing to do, to prepare for this blessed month of Ramadan. And to do this khidmah, or service for the deen. And always do it with the niyyah that we want to gain the good pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. We want to follow in the footsteps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to do things to help other people. Remember this beautiful hadith of the Prophet alayhi salatu wasalam, in which he says, "Inna abwab al khayr la kathira." Verily, the gates to goodness are many, are numerous, are countless. Yes, so now I'm mentioning so many things that we should do, and you may wonder, how would I find time to do all of these things in my day? But the moment you start, and the first step is this niyyah that we should have in our heart to do these good things for Allah subhanahu wa ta'ala. And once we have this sincere niyyah and we make this effort to do it, Allah subhanahu wa ta'ala would open the doors for us to do these many good things. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless us to be from Ahlul Khair, from the people of goodness, from Ahlul Ihsan, people who would do good things for Allah subhanahu wa ta'ala. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to prepare for the month of Ramadan and enjoy the blessings of the great month of Ramadan. Ameen ya Rabbil Alameen wa sallallahu ta'ala ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان 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 لا إله إلا الله لا إله إلا
الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد جبلت بالنور تينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد مدين الإنعام والحكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مشرك حقا على عالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلوا على رسول الله. La
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قطب النقطاب مدى الزمن الشابني وابو الحسن بحر الأسرار ما محدى الروح له أدنى ثمني قطب النقطاب مدى الزمن الشابني وابو الحسن بحر الأسرار ما محدى الروح له أدنى ثمن قد دل على المولى وسما في الفضل إلى أعلى كنن قد دل على المولى وسما في الفضل إلى أعلى كنن ودا في هذا العلم بما قد زاد على قطاب مدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار إمام هدى أروح له أدنى ثمن معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنن معرفة المولى غايته فاتبعه على هذا السنن ورسول الله وسيلته فاغرف من هاتيك السنن قطب النقطاب مدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن وأساس بناء طريقته تطهير القلب من الدرن فاسلك بالاسم المفرد يا صوفي وبالحق استعني قطب النقطاب مدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن خب وافن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فني خب وافن عن الأكوان فما يبقى إلا من فيه فني وادخل أبواب الغيب وسل ما شئت وللأسرار سني قطب النقطاب مدى الزمن الشاذلي وابو الحسن بحر الأسرار إمام هدى الروح له أدنى ثمن واشرب كأس العرفان وذق سر التوحيد ولا تكن واشرب كأس العرفان وذق سر التوحيد ولا تكن
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah Noor wala aaya hai Noor lekar aaya hai Noor wala aaya hai Noor lekar aaya hai Sare alam mein ye dekho kaisa noor chhaya hai As-salatu was-salamu alayka ya Jab talak
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. محمد طاهر
محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ بي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد, my dear beloved, respected brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. And once again, welcome to our special program, our daily live stream broadcast, coming to you from the Islamic Forum of Canada, Your Zawiya, here, starting at 7 p.m. every day. We thank you for joining us today. We hope you can join us every day at 7 p.m. Toronto time. Do remember to reach out to your family members, your relatives, your friends, and other Muslims you know, and tell them about the program. Encourage them to watch the program, remind them to watch the program, and sign into the chat. Inshallah, they'll benefit from the program, and you will receive increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. We want to thank all our sponsors and donors, the sponsors for different projects, in particular the dinner program for every Islamic month,
every day here at the Islamic Forum. The donors, those who donated today, yesterday, and before, we want to thank them for donating to the Islamic Forum. We need your financial support, and we hope you can donate generously to the Islamic Forum. May Allah subhanahu wa ta'ala enrich you many more times, increase your rizq, and put barakah in your wealth, all because of your donations to the Islamic Forum. So special thanks to all our donors, our sponsors, our supporters as well. If you miss any of our program, you can go to the same YouTube channel and the programs are there, the recordings are there for you to look at the program. Sometimes you may be busy one evening, you don't get to look at the program, you have an invitation, you go out and so on, or work. Some people work late hours or different shifts. Then when you get the time, you can look at the program on the YouTube channel as well. We also want to remind you of the daily emails. Every day we send out an email to everyone on our email list. So if you are not on that email list, if you're not receiving an email every day, then please send us your email address and your contact details, your WhatsApp number or your mobile number, so that we can put you on the list for the email, that you receive the email, inshallah. You can send your contact details to ifcinfo@gmail.com. On that email that we send out every day, there are continuing reminders of what's going on, what's happening, different programs and action steps that you can take for more blessings. Included as well are the different playlists of lectures on our YouTube channel. For example, we have a beautiful series of lectures on the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So sometimes we would include the links for those lectures. Then we have some specially prepared video clips, some short lectures for the that are called editor's pick. This is our staff here at Islamic Forum prepare those special lectures. Sometimes you send out the links for that. Sometimes we have requests from brothers and sisters for a particular topic, a particular lecture, we will send out the link for that so you can look at those. So please be mindful to follow up on the, to check the emails every day, inshallah, so you can benefit from that. Also, you can send us your request by email to ifcinfo@gmail.com. Or you can sign into the chat and put those requests for dua. Every day we make dua for all those who requested dua. So this is a wonderful opportunity for you to send in your request for dua. So for example, for birth anniversaries, your birthday, or the birthday of a family member or a loved one that you would like to convey birthday wishes to, and to make dua for them, you can send that request to us, inshallah, and we will respond to your request. Other anniversaries, such as death anniversary for your family members or loved ones, parents or grandparents, uncles and aunts and others that have passed away. It may be the anniversary of their passing as well. Maybe 40 days ago, a year ago, 2 years ago, whatever the anniversary is for those that have passed away, your loved ones, then you can request dua for them because the dua will benefit them. And so you would send that, type that information in the chat, requesting dua for them, and we would include that in dua. Sometimes we may not mention the names, but the admin staff would inform us of those requests, and we include that in dua. So even if your name is not mentioned, once you put that in the chat, you can rest assured that we will make dua for you. Other anniversaries, like wedding anniversaries, your wedding anniversary, it's a wonderful blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that you can thank Allah subhanahu wa ta'ala through your dua, inshallah. So let us know about that as well. You can type that in the chat or email us.
graduation. Your children graduated from school, college, university, and so on, or you yourself, you're studying and you've graduated, let us know. So this, because this is another blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, and it's good to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for this. And any other blessing, ni'mah, that you receive in your life, it is a wonderful opportunity for you to request and request us, and we all make dua for you. And the entire IFC family say ameen to that dua, and you get that blessing, inshallah. We want to request you every day to sign into the chat. As soon as you tune into the program, 7 p.m. or shortly thereafter, sign into the chat. Click on the like button for the program, so you can like the program, because that helps in the analytics for the program, inshallah. And we invite your active participation in the program after you sign in, and then your daily reports, updates on the different projects. We have several ongoing projects, and the objective of these different projects is to help you to develop good habits that would take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala and closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Remember, the overall objective, the main objective of this program is to take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so these projects are there to help you to develop beautiful habits that would achieve this objective of nearness, spiritual nearness, al-qurb al-ruhi, spiritual closeness, spiritual nearness to Allah subhanahu wa ta'ala and to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And so we have the gratitude project that you put in the chat, something that you're thankful for, especially as it relates to the program. You're thankful for the live stream broadcast, you're thankful for the other programs we have, and so on. Then your report on the Salawat project. We have an ongoing Salawat project, which is very beneficial, very blessed for you. The update on the Quran project that you would put in the chat, where you've reached in your Quran project, which surah, which ayah. And of course, before that, you have to make your niyyah to join the IFC Quran project. And the niyyah, as you join this IFC Quran project, is that you re-step for the IFC Quran project. You recite at least one page a day. Some days you may have more time, you can recite more pages. And then you increase from that. As you find that you're able to maintain that one page per day routine, then you can increase it to 2 pages per day and spend some time to develop and maintain that routine of 2 pages per day. Once you can do that, you move on to the third level of 3 pages per day that you recite every day, at least 3 pages. That depends on you. Take it gradually and you do that. But then by doing so, reciting the Quran every day, a time will come when you'll finish the entire Quran from beginning to end. You'll do your khatm of the Quran. And this is a great blessing of this IFC Quran project that we started many, many years ago. And there are many, many brothers and sisters from many different countries throughout the world that have completed the khatm of the Quran by joining this IFC Quran project. It has a lot of barak, a lot of blessing. So we encourage you to do so every day. You know, give yourself the time to do so. And we suggest the beginning of the day, Fajr time, before Fajr, after Fajr, you can do your one page of the Quran, then inshallah use a bookmarker so you continue from where you left off, and then you let us know every day how you're progressing with that, and we make dua, Allah subhanahu wa ta'ala bless you to do your khatam. And there are many brothers and sisters that have done their khatam for the first time in their life by following this IFC Quran project, and thereafter they've done it so many times, many khatams, time and time again. May Allah bless all of you to do so. As part of the interaction of this program, or with this program, it's the promotion and propagation of the program, for you to tell your family members, your relatives, your friends, and other Muslims about the program, share with them what you've learned from the program, how you're benefiting from the program, to encourage them to look at the program, watch the program, sign into the chat,
Inshallah, they'll benefit and you will receive increased blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Remember also the other programs we have on the broadcast that Allah subhanahu wa ta'ala can help you to benefit from, guide you to benefit from, inshallah. And so thanks once again for each and every one of you. And we want to make a special dua now for all our donors, those who donated today, yesterday, and before. We want to thank all our donors, praying that Allah subhanahu wa ta'ala will bless them. Allah subhanahu wa ta'ala will increase their rizq. Allah subhanahu wa ta'ala would put barakah in their wealth. Allah subhanahu wa ta'ala will bless them and bless their family and loved ones, all because of their donations to the Islamic Forum. And we hope you can seize the opportunity regularly to make your generous donations to the Islamic Forum. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you for so doing. So a special dua for all our donors, special dua for all our sponsors, those sponsors, different projects that we have. The volunteers and supporters, the entire IFC family, and each one of you, the audience, that you join us every day, you allow us to be with you in your home through this program, that together, all together, is this one IFC family, we can travel to Allah subhanahu wa ta'ala, and may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you with goodness, all goodness in this world and all goodness in the hereafter, and save you from the punishment of hellfire and bless you with Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the entire IFC family to be in Jannah, all of us together in the highest levels of Jannah, Jannatul Firdaus, with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with the Ahlul Bayt, with the Sahabas, with the Awliya. And so please join me in dua. As we make special dua now, kindly raise your hands and join me in dua. اللهم آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم آمين آمين آمين. May Allah subhanahu wa ta'ala increase you in tawfiq and qubul and ziyada. Remember, after we finish our daily live stream broadcast, we have the dhikr majlis that continues throughout the night. So once we finish this program on the same channel, we start the dhikr majlis, and the link for all our broadcast, it's youtube.com/Sheikh Faisal/live. And then all day, we have the day companion program all day that you can tune into, and even if you play it in the background in your home, but the blessings will come to your home, inshallah, because for these programs we do a lot of dhikr and dua and Quran recitation and dars, so on, to remind you about getting closer to Allah subhanahu wa ta'ala, closer to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the barakah flows in your home because you have this, you listen to the program or you watch the program, or even if you play it in the background because you're busy at night and during the day and so on. But we have our broadcast 24/7, all day, all night, 7 days a week, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless each and every one of you. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you always in the shade of His special mercies. Until we meet again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.